السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم وبركاته متابعي قناة ناصر تي في، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اذا خوتي بعد ما كملنا مع الكباش ندوروا ان شاء الله للابقار خوتي، كذلك نشوفوا السلعة وش راهي الدور هنايا في سوق الأربعاء اليوم الجمعة 19 أوت 2022. إذا خوتي نبداو نشوفوا السلعة وش كاين مع خوتنا لهنايا. إذا خوتي نبداو بهذوما خوتي السلعة، كذلك ما شاء الله كارف الله يبارك. معليش بغيت نجيب الدراهم عندي. شوفوا خوتي سلعه ما شاء الله، هذه هما سواو في 3.97 خوتي، يعني 97 مليون. حاجه شابه خوتي، حاجه ما شاء الله، يعني كما يقولوا مقلوسين بيان. يعني هذه ان شاء الله يكملوا هكذا يا خوتي، راح يطلعوا حاجه قوه. نزيدو نكملو نشوفو مع خوتنا واش كاين هنا في سوق الأربعاء. هنا كذلك البقرة هذه شوفو ما شاء الله، هذه شحال تكون العمر خونا؟ دقيقة برك خوتي راه مشغول شوية خونا في هذا. هذه يا خوتي في السداس، يعني السداسية الله يبارك. كذلك مع خونا لهنايا جاب لنا هذوما في العربيات، يعني تاوعنا هذوما هكذا يجي. بكرة مش مرقد والله ما على بالي ربي، كيما قال الأخ يعني ما يش مرقد ربي يعني. وعندنا هذه كذلك وين انتو؟ شراك؟ صافا؟ وين جبت لنا البقرة هذه؟ وين جبتها؟ ها؟ وانت مربي لها انت يا؟ الله يبارك، خوتي المصغر هذا جاب لنا البقرة هذه، هذه حليب هذه؟ الله يبارك، مرقدة ما شاء الله، يعني رفدة هكذا؟ ما شاء الله، شحال مازال باش تولد؟ 10 أيام إن شاء الله إن شاء الله، وشحال دارت؟ 27 27 الله يبارك، صافي بليزير خوتي يعني. والله الله يبارك. السلعة شابة. خوتي كاين ناس اللي كذلك طالبتنا بالعجول الصغار هكذايا، وراهم متواجدين بكثرة خوتي هنا في سوق الأربعاء. الإنسان يحب يتقدم سوق الأربعاء اللي متواجد في ولاية البليدة بالجمعة خوتي، يعني يجيبوا سلعة ما شاء الله. يعني ربما حتى ما تشيروش بالك في السوق، ولكن عندهم كامل بلاسكوارا اللي ربما السلعه تكون عنده في الدار هكذا تقدروا تنيغوسيو. دوك هادو شحال يكونوا العمر هكذا شيخ؟ ها؟ أه؟ اه الله الله يبارك. والسومة شحال داروا؟ السومة هذه دارت 11 ونص. خوتي هذه اللي راهي هنايا الله يبارك دارت 11 ونص، وهذه الكحله هذه دارت 9 ونص، والصغير هذا الله يبارك هذا 7 غير 200 خوتي، هذا 7 غير 200 ما شاء الله، 68 ما شاء الله. هي سلعه الله يبارك صافا. شيخ نقول لك بارك الله فيك وربي يرزق يعطيك الصحه. كذلك خوتي عندنا هذايا شوفوا ما شاء الله سلعه الله يبارك، هذايا راه يقول الاخ مازال ما ساموناش. خونا جاب لنا هذا الكريف صغير يا اخي، الكريف هذا الكريف الله يبارك، هذا شحال يكون العمر هذا خونا؟ 3 شهور. 3 شهور خوتي ما شاء الله، مازال ما لحقش 3 شهور، مازال ما لحقش 3 شهور. وشحال دار؟ 17 ونص. 17 ونص الله يبارك.
غير دعاه خاطي كذلك ما أقول لنا يا جابنا السلعة هذه يا الله يبارك خاوتي سامحونا يعني ربما والله غير سيرتو في الابقار خاوتي كاين بزاف ناس ما خليناش يعني نكاميريو لهذا يعني عدلونا كاين سلعه ولكن خاوتي كاين حبابنا اللي خلونا كاين حبابنا اللي الله غالب لهذا اعدلونا خاوتي يعني ولكن محبي الابقار ولا زوروا خاوتي يعني السوق راح تلقاو سلعه لهذا ربما تشوفوا اخوكم ناصر ربما يطوش في الفيديو ولا كاين ربما ابقار اللي ما كاميريناهمش لانهم خاوتي ما يخلوناش سي دوماج كذلك مع خونا لهنايا خاطي جاب لنا الوكريفة هذه هذه شحال تكون عمر خونا؟ هذا راهي 14 شهر 14 شهر الله يبارك دوك شحال تلحق باش تبدا دير الحليب هذه؟ ترقد مازال عام مازال عام اه حتى ترقد كيما قال لك باش تبدا دير الحليب 9 اشهر ما تولد في كرشها وتجي لها شهرين ولا ثلاثة باش ترقد الله يبارك والسعر تاعها شحال دار خونا؟ هاي 21 21 غير 200 الله يبارك مازال بعيدها قريبة هاي آه قريبة الله يبارك خونا ربي يرزق ان شاء الله محل بقار هذا هو محل البقار شوفوا خالتي اصغر اصغر بقار الله يبارك ما شاء الله هذا هو محل البقار مدينة شبلي ولايه البليده اذا نحيوهم بالمناسبه خوتي نحيو خوتنا من البليده وخويا نرمي يلبس بليده لبسنا مولود ياك وتشوفوا خونا كذلك هذه هما الوكليفات لو كانوا وكليفات صغار الله يبارك هذه يكون واحد 6 شهور هكذاك 6 شهور ها 4 شهور و 4 شهور الله يبارك صور هذاك الشيخ هذاك من البال وراه هذا ربع صور لكم بعد غش في النهار لا 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 اخونا شحال داروا هكذايا؟ 86 و 86 خاوتي هذايا السوق راه رخيص 86 وهذايا في المارو 81 لا خاصنا لوناب المايز برك المايز الله يبارك خويا صافي بليزير خونا ربي يرزق خويا هذيك الصحة نو جامي خويا العزيز حنا دائما خاوتي قناه ناصر تحرص يعني اش نقول لكم دائما ندير البوسيبل خاوتي باش ما نلقيش الناس لهذا خاوتي هذه خصوصيه تاع الناس الابقار ولا الحيوانات ماشي مشكل ولكن انسان لازمش نقيسو هذا هو السي بورصا خاوتي ندير البوسيبل تاعي باش ما نلقيش الناس جاب لنا زوج وكريفات هذو هما الله يبارك فيهم ما شاء الله شحال يكون العمر هذو ماشي 17 شهور ما شاء الله ولكن راهم هايلين وهذا شحال دايروا شيخ 39 في زوج في زوج 39 خاوتي هذه هي في النوار وهذه هي شوفوا في المارو خرجت شابه كذلك شابه هذه تاع البلاد يا خونا ماشي لا راسنا الله يبارك خونا نقول لك بارك الله فيك وربي يرزق خويا العزيز يعطيك الصحة كذلك خاوتي شوفوا هنا وكالف وكريفات مخلطين لا وكريفات كامل وكريفات خاوتي هذوما كل عمر راح 6 شهور حدا ما كان مش كبار بزاف شحال داروا السوم اخونا 8 الوحده خاوتي 8 ملايين الوحده سلعه الله يبارك هذو ما كيما نقولوا حنايا حربيات يعني تاع البلاد اه تاع البلاد عربيات ناقصين شويه مساكن خاوتي بيان سير انسان اللي يديهم يقرسهم يوكلهم هذا ما كان ان شاء الله يعاودوا يطلعوا والناس يطلبوا ها؟ بارك الله فيك اذا خاوتي هكذايا تقدموا للسوق الاربعه كاين بزاف يوصوني على يعني وكالف لو كليفات صغار يعني هم موجودين في كثره هنا في السوق خاوتي بسم الله ما شاء الله الله يبارك يعني هذه هي شغل ميلكا خاوتي هذه اللي يديروها في ميلكا الله يبارك شابه ما شاء الله وكليفة هذه شحال تكون العمر خونا؟ 14 شهر الله يبارك شابة خالتي كذلك مقية ما شاء الله هذه بصفات المولى 17 و700 كما قال أخ خالتي ساموه ب 17 و700 البيع مازال بعيدة ولا راهي مازال شوية تفوت 18 ماشي حاجة ماشي حاجة خالتي يعني تفوت 18 خونا نقول لك بارك الله فيك وربي يرزق سي جونتي خويا العزيز يعطيك الصحة Bye.
خوتي كذلك عندنا الوكريفات هذوما عند خونا يعني حاجة شابة كذلك نقية. خوتي دائما نقول لكم عادلونا يعني احنا ما نقدروش نحكموا ان غرون بلون ولا خوتي كاين الناس ما يحبوش نقيسهم في الكاميرا لهذا دائما نحرصوا على الغاشي خوتي وقلت لكم يعني كاين ناس متخلي ناس نسجلوا سي دوماج خوتي كاين السلعة اليوم ولكن كاين بزاف ناس يقول لك ما تسجلوش حتى القاوي بالمعرفة ما نبغى هذا شحال سوق خونا 17 خوتي يعني 17 مليون الوحدة عندنا هذه هي وكاين بيان سير خويا العزيز واش راك مون فرا لاباس راك بخير بيان والله الحمد لله خوتي هذا اللي يتكلم معايا كذلك يعني كل جماعه هنا في السوق يجيب لنا ابقى الله يبارك وراه السلام الله يبارك يدور بالصرف الله يبارك يدور ما شاء الله كذلك خوتي مع اخونا لهنايا جابنا الوكاليفه هذه ما شاء الله كما قال الاخ واحد العام ونص دوك هذه باش دير الحليب مازال يا اخي مازال هذه مازال دوك نقول عام ازرع عام الله يبارك باش تولي دير الحليب تما دوك هذه اللي يديها اسكي ربيها ولا تروح موس ولا لا هذيك اللي ديال الموس هي تروح تربيها خير تربيها خير راهي والله خاوتي هذه السلاله تاع بومجل هكذا الله يبارك السلاله جبت خلاص ما شاء الله يعني علاش وشنو وش من الميزه اللي تميزها هذه وشنو زعما وش من حاجه اللي تميزها تبان باللي ما كاش منها في البلاد ولا على كولير ولا هذه السلعه اللي فيها النقطه النجمه هذه فيها النقطه هذه جابهم بومدين بكري بارك الله فيك ياك وتسمع خوتي يعني معلومه جديده يعني مع خونا اخويا بارك الله فيك ويعطيك الصحه وسمعتها شحال سوات شيخ؟ سوات 14 و200 دارت 14 و200 خوتي راكم تشوفوا السلعه هنايا في سوق يعني الاربعه خوتي مع خوتنا ما شاء الله خونا ربي يرزق وبارك الله فيك خوتي كذلك مع خونا لهنايا جاب لنا الوكريفات هذوما ما شاء الله خوتي اليوم السلعه في سوق الاربعه راهي متواجده بكثره يعني الله يبارك حتى الحراره ما كانتش بزاف سخانه ما رايش بزاف اليوم يعني صباح صبت الشتاء الحمد لله حاجه مليحه وبالمناسبه خوتي نترحموا على خوتنا اللي ماتوا في الحرائق يعني كانت حاجه مؤسفه ولكن الله غالب كتبت من عند ربي سبحانه دوكي ما هادو الشيخ شحال يكونوا في العمر هذوما؟ هادو 10 شهور هادو 10 شهور الله يبارك والسير تاعهم شحال لحقوا؟ 42 و500 في زوج يا اخي خوتي 42 مليون و500 يا خوتي ما شاء الله شيخ ولك ربي يرزق وبارك الله فيك يعطيك الصحه خوتي الله يبارك بسم الله ما شاء الله شوفوا الوكاليفه هذه كذلك شابه بزاف الله يبارك هذه شحال تكون عمر خونا؟ 16 شهر خوتي دوك هذه تروح تربي ولا تروح موس هذه؟ لا اللحم خالي اللحم هذه يا الله يبارك حبيب طاهر حبيب سلبي والله ولكن شابة ما شاء الله عمي ناصر واش كاين؟ خويا واش راك؟ لا لا شابة الله يبارك هاي لا إذا خوتي الله يبارك ما شاء الله خوتي فكرة يعني شباب بزاف الله يبارك شوفوا صافا شيخ لاباس بخير بيان الحمد لله صافا وشحال معايا شو هاي لك خويا شوي بريحه الله يبارك شحال دارت هذه المصغر؟ دارت 13 مليون 13 ولا 16 عطاو له 16 الله يبارك ربي يرزق خونا زين جوزو عند خونا السلام عليكم واش راك خونا صافا لاباس وكيفاش كيف خونا؟ أربعية الله يبارك وهذه شحال دارت خونا؟ 14 ونص خاطي يعني اللي يحب الابقار يزور سوق الاربعه لانه سوق ما شاء الله الله يبارك خونا كذلك جاب لنا هذه وكريفه هذه وكريفه الله يبارك ما شاء الله وشحال اخذت هذه؟ 19 خوتي 19 مليون خوتي يعني خير من كبش صراحة يعني جاب لي ربي نزيدو هكذايا نولو نعيدو بالابقار نزيدو كاع الكبار يعني بزاف ما شاء الله خوتي السلعة قلت لكم اليوم اين تواجد بكثرة ان شاء الله تكمل هكذايا يعني صراحة اذا خوتي شوفوا هذه البقرة كذلك وكريفة هكذا كريفة ما شاء الله لا كولير سبيسيال هذه يعني عربية اللي احنا ختموا بها الفيديو خوتي اليوم السوق لكم راهو ما شاء الله ولكن هذه هي لازم عندنا وقت محدود خوتي باش نكملوا مازال لنا ان شاء الله الماعز خوتي مازال نروحوا لسوق الطيور الحراج هكذا باش نعطي لكم كامل نظره على سوق الحيوانات وهذه شحال دارت خونا؟
دارت 22 الله يبارك خونا ربي يرزق هكذا ربي يعينك تفضل خونا دين خالتي نقول لكم تهلاو في رواحكم قناة ناصر تيفي تحييكم السلام السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله